لا شيء حدث من هذا. أنا أستطيع أن أتفهم المنطلقات التي ذكر من خلالها أو ادعى من خلالها النائب البرلماني أن ماكرون كما اسمه هو ركع الجزائر، لأنها ممكن تصريحات كيدية في إطار المعارضة، لأنهم غير راضي تماما على السياسة الخارجية لماكرون، وبالتالي يريد أن يشوش على أي نشاط لماكرون في الخارج، وهذا شيء طبيعي عند المعارضات في الدول التي تحترم الديمقراطية، وقد لا يعجبها أي شيء من تصرفات أو سياسات الحاكم، وهذا هو الشيء الطبيعي، هذا هو الشيء المناط، لأنه المعروف في السياسة بالضرورة أنه كلما كانت هناك معارضة قوية حفزت أو اضطرت السلطة الحاكمة إلى إبداء ما من شأنه أن يخدم الصالح العام للوطن والمواطن، وهذا شيء طبيعي جداً.